الياس سابا لبناني الجنسية، نشأ في لبنان بمرحلة عادية بجو عادي. تخرجت الهندسة سنة 1993 ماجستير هندسة، اشتغلت 10 سنوات في لبنان بمجال الاستشاري والإشراف، ورجعت دخلت الدوحة بمضمار المقاولات سنة 2004، وللحين نحن في الدوحة والحمد لله رب العالمين. بال 2004 جينا للدوحة بمشروع مقاولات، وبتعرف الحمد لله كانت الأجواء كتير منيحة والوضع كان كتير جيد مشان الشغل بالدوحة. ضلينا مكفي من مشروع لمشروع، من إنجاز لإنجاز، من إنجاز لإنجاز. بتعرف المقاولات بصير تاخد مشروع بترجع تتوسع أكبر وأكثر، لحديت سنة 2019. بال 2019 بتعرف بصير الإنسان بده يفكر يتطور، بده يفكر يطور ذاته وينمي شخصيته أو ينمي إنتاجه. بظل الجو الموجود بالمنطقة وبالتطور العالمي، من هون اجت فكرة انه نعمل اشياء خاصة لنا جديدة انا وشركائي بالشركة، وتوصلنا لمحل انه استثنى شركة كيو جرين اللي هي معروفة من اسمها كيو جرين بخصوص البيئة، نعم، والإيكو فريندلي. صحيح، كيو جرين اذا فدي مشان ما اطول عليك بالحديث فيها لأربع أجزاء منهم. أول جزء هو الترمال إنسوليشن اللي هي ثورة في عالم العزل الحراري. اثنين، في عندك شيء بالتنظيف البيئة بوليوشن فري اللي هي كتير مهمة كمان بالعالم، العالم عم تفتش عليها حاليا. في عنا الأشياء الثالثة اللي هي العلاقة بالأمن الغذائي والمتممات الغذائية العضوية للتربية وللإنتاج الزراعي. والشغلة الرابعة اللي بعدها under development اللي هي الطاقة البديلة اللي هي عبر إنتاج الطاقة من الهواء. إذا ما نبلش بالترمال إنسوليشن اللي هي GWR، هي عبارة عن تقنية نانو بالسيراميك بولز. تعرف العالم كله متجه على تقنية النانو حتى بالطب ومش بس بالمقاولات. بقى هذه نحن بالأساس هي ألمانية، تكنولوجيا ألمانية، وجينا عم نشتغل عليها هون بالدوحة، اخدين شهادات عالمية بتساعد يعني اذا تقول الفرق بينه وبين الكونفنشنال سيستم اللي هني عم يستعملون هلأ بالدوحة. 1 ملليمتر من سماكة 1 ملي تصور بتغنيك عن 12 سنتي من العزل الحراري العادي. هيدي بتفيد كتير بالمساحات، بتزيد المساحات، بتخفف الطاقة، يعني بتعمل توفير بالطاقة بالنسبة للشتاء بنسبة 9% وبالنسبة للصيف بنسبة 30% تقريبا، وبتعطيك هواء نظيف إيكو فريندلي، يعني بصير الهواء اللي بيفوت على الغرفة بصير أنظف وأحسن. الأقسام الثانية اللي عندك FN نانو كمان بتقنية النانو بس على التيتانيوم ديوكسيد، هيدي بترش داخل المنازل أو داخل المدارس أو داخل النيرسري الحضانات، هيدي بتشيل كل شيء فيه بكتيريا مضرة من الجو، بتشيلها نهائيا. حتى يعني تم بنيفادا بأمريكا الفحص على الكورونا فيروس. بتعرف الكورونا فيروس هلكت العالم من سنتين، شالتها بعشر دقائق بطلت، صارت الجو كورونا فري. الشيء الثالث والأهم بالنسبة لدولة قطر وبالنسبة لرؤية قطر بالأمن الغذائي 2030، عندنا متممات غذائية عضوية 100% موجودة، اختبارات لها وتم اختبارها هون بالدوحة وتم استعمالها هون بالدوحة. هيدي بتساعدك على تعطيك قيمة غذائية للمواد اللي عم ناكلها أحسن بكتير من القيمة الغذائية تبع الأعضاء الماتيريال الكيميكال اللي عم نستعملها هلأ الحين. بتزيد الإنتاج، بتخفف الري اللي هو نحن بتعرف أنت المي مشكلة كبيرة بالمياه، الري مشكلة كبيرة بكل الأماكن، بتخفف بحدود 30% من كمية مياه الري، وبتعطيك إنتاج بنسبة 20% وبتكمل بتخفف الملوحة من التربة، وبتعطي التربة استدامة مشان تقدر هي التربة تصير تغذي حالها بحالها، وتعطيك الاكستشينج تبع الكاسيون اكستشينج الغذاء، التبادل الغذاء اكثر بكثير على الروتس تبع النباتات.
اخر قسم هو اندر ديفلوبمنت، هلا بس هنحكي عنه هيك لمحه صغيره، عن نعمل تطوير لويند توربين اللي هي عباره عن تعطيك كهرباء كومبايند سيستم، عن نعمل ويند مع سولر عشان نقدر بتعرف على ازمه الطاقه العالميه وكل المتوجه على الطاقه البديله. عن نعمل ويند توربين هلا بقيد التطور بقيد التستينج، هلا اذا بدك تحكي الحقيقه بقيد التستينج ان شاء الله خلال شهر او شهرين بوجودنا معكم وبمساعدتكم نرجع نعرضها ونعرضكم سيستم كامل شغال اذا الله بريك. نحن من البداية أخذنا هيدا التراك إذا بدك تسميه، عارفين أنه في كومبيتيشن قوي وكنا عم نشتغل بالمقاولات. قلت لك تركنا المقاولات نشتغل على شيء أول شيء يفيد البلد اللي نحن فيه اللي حضننا، تاني شيء بيتابع التطور الموجود عالميا، ثالث شيء يتماشى 100% مع رؤية قطر 2030. من هون نحن اجينا على الاشياء اللي ما موجوده بالسوق. الاشياء اللي ما موجوده بالسوق بتعطيك حلول هندسيه متميزه استداميه مشان 100% تكون ما موجوده عندنا بالسوق. قلت لك في منافسه كثير صحيح، ونحن ما قادرين ننافس الماتيريال الموجوده الرخيصه، نحن عم نحكي على شيء بيعطيك حلول من جد بيئيه مضبوطه، وتاني شيء بيتعاطى مع مشاريع الاويل اند جاز بطريقه احسن بكثير من الكونفشنال سيستم اللي هن مشتغلين. اضف الى ذلك سيلكشن تنقيه التيم اللي عندنا وتدريب التيم اللي عندنا بطريقه يقدروا يتعاملوا مع الكلاينت بحرفيه وبتقنيه مضبوطه. اليوم ذوي الكفاءه العاليه؟ نعم. وكيف يتم اختيار موظفين؟ يعني بدك تقول استراتيجي هي نفسها تقريبا، بس لانه نحن عنا الاشغال اللي عنا بتفرض عليك يكون الموظف اللي عندك يكون عنده شويه معلومات عن الماتيريال اللي عم يستعملها، مشان انت اذا بدك تجي او اي حدا يساله او يسالني انا عن الماتيريال يكون عنده المعلومات البسيطه اللي يقدر يجاوب عليها. اضف الى ذلك التقنيه اللي بده ينفذ فيها ويطبق فيها هيدي مشان تقدر انت تعطي الابروفال، اول شيء تعطي الكواليفيكيشن المضبوطه انه تنعمل لها ابلكيشن صحيحه، وثاني شيء نقدر نعطي الورنتي تبعنا. ان شاء الله ان شاء الله الهدف الاساسي مشان نقدر عن جد نحس انه نخدم دوله قطر، اتجاهنا نقدر نعمل الفابريكيشن والمانيفاكتشرينج تبع هدول البرودكت يصيروا ميد ان قطر وننطلق من قطر للعالم العربي كله والخليج العربي بإذن الله. أنا المهندس علي عباس، مقيم في دولة قطر الشقيقة منذ عام 2003، أعمل كمهندس مدني، ومؤخرا أنشأنا شركة باسم كيو جرين للتجارة والمقاولات. هذه الشركة معنية بتقديم الحلول الهندسية المستدامة في كافة المجالات البيئية والهندسة المدنية. كيو جرين لديها عدة أقسام، منها العزل الحراري بتقنية النانو تكنولوجي بالإضافة للأسمدة العضوية، وأيضا بالإضافة إلى تقنية النانو في العزل الهواء من البكتيريا والفيروسات. مؤخرا كيو جرين حصلت على عدة مشاريع هامة في دولة قطر، منها استاد اللوسيل في العزل الحراري كامل، العزل الحراري لاستاد لوسيل، والإضافة إلى السمامة ستاديوم، وأيضا بأبراج اللوسيل بلازا تاورز وجزيرة القطيفان. فقد تم إجراء العزل الحراري بتقنية النانو تكنولوجي بالاستعاضة عن العزل التقليدي في هذا المجال. بالإضافة إلى ذلك فقد قامت شركة كيو جرين بإجراء بعض المشاريع المهمة في دولة قطر من أجل تحسين التربة
وزيادة الإنتاج الزراعي، وذلك باستخدام المواد العضوية التي غالبا هي حاصلة على براءات اختراع، حيث أنها تعتبر عضوية 100%. الفخر أنا قطري، أنا قطري، أنا قطري ودايم ديوي، قطر غالية ومحبوباتي، يوم الشدا يدول الوغى مثل الحجر ما نبطاري. كيو جرين لديها رؤية مستقبلية، وهي جلب كافة التقنيات العالمية المختصة في البيئة والهندسة المدنية إلى دولة قطر، لنسعى جاهدين لتطبيقها في دولة قطر، ومن ثم بداية تصنيع هذه التقنيات في دولة قطر بحيث أن تصبح صنعة في قطر. هذا الحلم والعمل الدؤوب الذي نسعى دائما لإنجازه. إن شاء الله خلال هذه 5 سنوات القادمة سوف تتمكن كيو جرين بمساعدة جميع الأطراف من تحقيق هذا الهدف الذي نراه مهما جدا في دولة قطر، أن تحصل دولة عربية على مثل هذه الرخصة أو هذه ما ندعوه الميزة بصناعة تقنيات أو تكنولوجيا عالمية تنفرد بها دول عظمى. My name is Raymond Constantinidis. I'm the business development manager for Kew Green Trading and Contracting. Kew Green, as we understand it, is developed by two gentlemen, Mr. Ali Abbas and Mr. Elias Saba. They have decided to start the business in Qatar due to the fact that Qatar has a strategic ethos of inward investment in its country here. So therefore, what they have decided is to start this business to deal with energy, as well as fertilizer industry, as well as wind energy as well. These three main items will be a new product in this country. However, we have already now started, especially with the insulation product. We have done and produced, worked within FIFA, for FIFA clubs and FIFA main works. And we're also now working on the fertilizer product as well. We further are actually developing the wind technology through vertical access systems, which isn't available here, and in actual fact, in many countries, it's not available. In this respect, our aim is to move forward, not this year or next or 5 years, but for the next decade, to invest and to expand the business for the benefit of Qatar and surrounding areas. بدايه بدي اقول لك انه الاستثمار والنجاح بالاستثمار مبني على الدرجه الاولى على الامن والامان والاستقرار، والله يديم الامن والامان بهذا البلد يا رب. الشغله الثانيه رساله الشكر، اش ما احكي انا بالنسبه لي انا لبناني، واش ما احكي بسمو الامير الوالد وسمو الامير تميم، ايش ما احكي بيكون عن جد مقصرين نحن اول شيء كشعب، وانا كشخص صار لي 19 سنه هون بالدوحه. سمو الامير الوالد الله يطول بعمره ارسى واسس كل هيدي اللي نحن شايفينه، وهذا النعيم اللي نحن شايفينه هون عايشين فيه بالدوحه. وسمو الامير الشيخ تميم حمل الامانه وكفى فيها، والحمد لله الى يعني احسن واحسن ان شاء الله. ومثل ما قال الشيخ تميم بالامم المتحده، انا بعتز بشعبي بالمقيمين، ونحن بنقول له للشيخ تميم بنعتز فيك اكثر واكثر وبنفتخر فيك والله يطول بعمرك. كلمه شكر ل
شركائي بالشركة، وكلمة شكر بالأخص لشريكي علي وللكفيل اللي هو الشريك القطري الموجود اللي أتاح لنا هذه الفرصة بالشراكة معه نقدر نأسس هذه الشركة ونمشي لقدام، لأنه هو كان من الناس القليلين المقتنعين بهذه الفكرة، والحمد لله يعني كان عنده فينا نقول بعض نظر شوي كمان بنرجع بنقول مشان نقدر نتماشى مع رؤية قطر 2030 ونتماشى مع التطور العالمي اللي من حد منا، ومشان ما نضل نحن بمكان بعاد عن التطور العالمي، كان عنده هذه الفكرة وقت طرحناها لكن عنده القبول، وإن شاء الله لقدام يا رب. My name is Kumulacho. I'm a mechanical engineering profession. I have been here in Qatar around 14 years. So I work as an engineer. And the last 4 years I'm running my own company. When I came here, I work at, I mean, it was difficult actually to catch a first job. So I get interview different companies and finally I get one in Perla, Qatar. So that time it was fully under development. There was a lot of job opening. So I start as a site engineer. And I work 2 years and I shift to another project, another company like Rotana Tower. Then I work in American base, and I grow up like through the years, mm-hmm. from site engineer, MEP coordinator, technical manager. Then I was finally a project manager. Mm-hmm. So I get all experience, most of the experience here. So to utilize my experience and you know the gap in the market, like a lot of construction are getting delayed. You know the contractors are not as such committed to the client interest, you know, there is delay, there is quality issue like that. So to fill this gap, I see some opening. So this is a business opportunity. Mm-hmm. So I start thinking about him, studying and try yes. to get some good sponsor. So yes. I start the company. Basically, we do electromechanical workers, so all MEP workers in construction. We have firefighting, chilled water, air conditioning system, electrical, like electrical control, BMS, ELV, all these specialties. We have a trading division, but it's not much active. Now we concentrate in construction, mm-hmm. so you know we have a very good, like satisfied customer base now. So we can start the trading also in future. Yeah, the last 4 years, I mean, it's not easy to start a company. Yes. And to get a client and to make your client happy and to make him to continue to work with you. So this is where we were working. So as of now, I mean, like we have sufficient satisfied clients. Whenever they have work, they invite us. You know, we don't need to run to get a market. So that is our strength as of now. So. This will help us to grow in future and you know to expand and to do good business. So hopefully we will grow up on the ladder and we'll be like one of the best MEP companies in Qatar. This means everything, you know. Yes. I mean it's like amazing actually. Like you know, in Qatar you keep your door open, you know, you keep your car open. Nobody will take anything, you know. This is crazy. I mean, like from other country perspective, this is.
the best thing that Qatar have. And you know, as a foreigner, you come here and you know, you are free. You know, if you have the skill, if you have the vision, and if you have the talent, I mean, you put it together, you can do anything. I mean, this is a big opportunity. مثل الحجر ما نضاري أنا قطاري سر ومحبة محضاري وتولى هلك الفاخر أنا قطاري Yeah, I would love to thank, you know, His Highness Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani and the Father Sheikh Hamad bin Khalif Al Thani to make such an amazing country and with a full opportunity, everybody is treated equally, everybody is safe to do and to exercise his vision and make it into action. I would really love to thank a lot. أول شيء اسمي شهاب جان من مواليد قطر عمري 36 سنة نعم بداية الشركة من 2018 بديت فيها نعم والحين الحمد لله وصلنا للمستوى اللي كنا نفكر فيه بس من كأس العالم من 2022 نعم طورنا أكثر وإن شاء الله عندنا خيال أكثر للسنوات الجاية إن شاء الله في البداية كنت سائق يعني أطلع مع شركة سياحة شفنا الموضوع درسنا الموضوع الشركات السياحية وهي وفتحنا شركة والحمد لله فإحنا في السياحة مثلا عندنا سفاري على السيلين سيتي تورز عندنا تخان عندنا شمال يعني في الدولة أي مكان ناخذهم سياح أي مكان بحري ما في جوي بس بحري وبري كل شيء عندنا سفريات يعني أي إيه؟ سفريات موجودة داخل قطر طبعا متواجدين طبعا التكتات لبلدان أخرى موجود كله متوفر أيضا التكتات لحين بس إحنا شغالين على السياحة في الدولة أيوة جميل إن شاء الله في الجيات سفاري يعني سفاري أيوة. داخل الدولة قطر. أيوة سفاري سيتي تورز هل شغالين عليه حاليا
والله في خطط مستقبليه يعني انا احب اوسع في مجالات البزنس، احب اوسع يعني من شركه لشركه من شركه لشركه، ما احب اوقف على شيء واحد. لحد الان ما شاء الله 5-6 شركات عندي، فنبي نوسع المجال اكثر في التجاره. الفخر انا قطري انا قطري انا قطري ودايم بيوي قطر غاليه ومحبوباتي يومك شدايد والواغه مثل الحجر ما نقطري انا قطري انا قطري انا قطري ومحبه محضري وتولى الفخر انا قطري انا قطري. أول شيء أكيد نشكر أميري الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني والأمير الشيخ تميم بن حمد الثاني، ونشكر دولة قطر أيضا. يعني أنا من مواليد قطر، فيعني مثلا سافرت أكثر من بلد، بس كأمان اللي في الدوحة ما يعني حتى في بلادنا يمكن ما نشوفها. يعني من ناحية أمان مثلا أنا أقول لك في الليل أنا نايم باب البيت باب الحوش مفتوح. إيه لا ما شاء الله الدولة فيها أمان. إيه نعم الحمد لله. رسالة الشكر أول شيء أكيد للوالد، وعندي أخ اسمه حمد هذاك وقف معنا، وأكيد زوجتي هي اللي ماسكة الصالونات وكل شيء فيها هي، والأصدقاء والأخوان أكيد كلهم كل من وقف معي نشكرهم كلهم. Sure, my name is Michelle. I'm from Ukraine. I'm 6 years in Qatar. I'm the owner of Diva Salon. We have 2 branches in Al-Sad and Lusail. We have many services. Yes. And the main thing is our staff is from mostly from Ukraine, yes. Kyrgyzstan. So we are all Russian speakers. Nice. About the services. Yes. The number one in our salon, I think, it's nails. Okay, and then it's lashes, eyebrows, cosmetologist, hair. Also, we will have soon Moroccan bath. Regarding the products we are using, we are bringing everything from Ukraine. Of course, we are buying in Qatar as well, but mostly it's from Ukraine. So our materials are really very good, and our staff is trained well, and I think we are good salon with good services. What the products we are using, it's really high quality products, and of course all our team is well trained, and we are bringing them from another countries, Ukraine, Kyrgyzstan, Russia. They're having experience, the experience already was at least 3 to 4 years experience. My plans right now to grow in our salons, which we already have, which is already it's 2 salons, and I want to bring more ladies to show to Qatar that we are really good in beauty industry, and to make people in Qatar more happy with our services. I would like to thanks for Sheikh Hamoza, Sheikh Tamim, and Sheikh Hamad for giving me this opportunities to have my own business in Qatar. I'm really thankful, and I'm happy that I'm living in this country. I am Anshad Kulampil from Atria Medical Care. I am serving as Vice President for the group of companies. Yes. I am basically from India, yes. South India, Kerala especially. Yes. Since
2010 onwards I am here, and we have started this journey together with Atrium Medical Care from 2010 onwards. So we are like a company serving the healthcare sector, research community with medical equipment, research equipments and consumables. So we are serving, our dream to success is like, our goal is like inventing a new technology to the customer and introducing to the healthcare facility and thereby providing the quality of healthcare services to the patients. So basically what we are providing is the advanced technology, what we import from our manufacturers, who we are the exclusive distributors, and we provide the services like here and afterwards for the future sales as well. That is like our prime focus, and this all start from a journey of a dream from one of my executive director, Mr. Binshad Kulambil. He is my brother. He is based in UAE now. So it was his dream which we fulfill now. And with the support from our investors like Family Food Center Group of Companies and Al Ansari Group of Companies, under the visionary leadership of Mr. Abdul Rahman Abdullah Ansari as a chairman, Mr. P.P. Fasal as our CEO of Group Companies, and Mr. Shafi, Muhammad Shafi, as our managing director. So as a team, like, we started our journey with a vision to fulfill and provide the best quality services to the patients. How? In the sense, like, we are providing, we are introducing a new technologies across the globe and to the Qatar healthcare sector and scientific community, and thereby providing and educating the healthcare practitioners, research equipments and scientists to know about the new technology from the across the globe, and thereby providing the quality of service. This is our main agenda. أنا قطري ودايم بيوي قطر غالية ومحبوباتي يوم الشدايد والوغى مثل الحجر ما نبطاري أنا قطري زين ومحبة محضاري وكل أهلك الفاخر أنا قطري For me, like as a businessman over here in Qatar, almost 10 years now, every single day is a success story for us. Like, we are improving every single day by providing the quality services to my customers. Okay, so picking one of the best services, like what we have provided, is like, I would say, like the Qatar population study. We are one of the main distributor who are serving to the Qatar genome study, right from the sample management till processing, and they have designed the samples, and with our support from our channel partners, Gulf Scientific Corporation. So this is one of our unique project which we have developed, and we have supporting the Qatar population study through Qatar Foundation and Ahmed Medical Corporation as well. Future plans, in the sense, like, always we believe in developing single day as well. So we are planning to expand our business opportunities towards our pharmaceutical industries as well. So this is our future plans, and we are expanding our offices to Kuwait and neighboring Middle East countries. So finally, I would like to thank, of course, like it will not happen with the support from the government as well. So His Highness the Father Emir Sheikh and His Highness the Sheikh Tamim, with his visionary leadership and plans for expanding in providing the quality services to the healthcare sector. This is the reason why Atrium Medical Care has been here now and serving the success for 10 years now. So this is all about our success story that we have developed so far. And may Allah give all the blessings to the Father Amir and Sheikh Tamim for their visionary leadership. Thank you. Thank you so much. Thank you.
عرفنا اكثر. نعم. باش مهندس عن بدايتك في داخل دولة قطر. صح؟ هو ان شاء الله زي ما قلت لك ان الدولة كانت لسه حديثة. نعم. يا انا ما جيت كانت لسه ما فيهاش احنا مكتب الاستشاري الاولاني. فدي خلتنا يعني تقريبا معظم الاشغال كانت تيجي لنا. احنا ما ندورش على اشغال هي اللي تجيلنا. فالحمد لله يعني عملنا حاجات وما زال حاجات منها موجوده في وسط البلد اهي زي سوق الديره زي عملنا مجمع 270 فيلا. ما شاء الله. اسمه مجمع الرجيرة. جميل. وعملنا مبنى مقر قطر ايروي. نعم. عملنا مستشفى العمادة. جميل. عملنا يعني مش قادر احصي اللي انعمل في خلال المدة دي حاجات كتير. نعم. فالحمد لله يعني وأعمال كلها كانت مفيدة للبلد وللتقدم وما زلنا برضو بنأدي مهمتنا رغم أن الواحد حاجة وثمانين دلوقتي لكن هو ماشي. احنا مينلي كمكتب استشاري بيقدم خدمات تصميم واشراف على التنفيذ واتباع لتعليمات البلدية في كل المباني هي بانواعها. فده هو بيخلي فيه بصمات لحد دلوقتي موجودة. يعني السفين اللي في شارع حمد دول من عندنا. حديقة البدع احنا الاول ناس عملناها فيها اشتغلناها كتصميم. الاستاد الهيجن دي من زمان عملناها ده برضو. وفي عدة مدارس برضو اشتركنا فيها إشراف أو تصميم. الرؤية المستقبلية ان عاوز امتد شوية خارج قطر. عاوز اروح العمان وعاوز اروح المملكة وفعلا بعت ناس يستطلعوا الجو ويشوفوا الامكانيات وفيها نفس القوانين كفيل وشخص يبقى مسؤول عنك كده موجود. انا اكثري ودايم قطر غالية ومحبوباتي يومك شدايد والواغا مثل الحجر ما نبطاري. أنا قطاري خير ومحبة محضاري والدولة أنك الفاخر. أنا قطاري. حد نسمع منك كلمة الشكر لقادة هذه الدولة طبعا الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني وأيضا أمير المفدى الشيخ تميم بن حمد بن خليفة الثاني. شو بتحب تحكي لهم اليوم على القناة؟ أشكر الجهود اللي بيقوموا بيها في تأميننا وتأمين عائلاتنا والخدمات الطبية خصوصا اللي بتتقدم لنا. عندنا خدمات طبية مش موجودة في حتة. انا رحت في السعودية ما لقيتش هذه الخدمات. في دورت في كل يعني يمكن اللي لقيت فيها شوية خدمات تركية.
لكن هنا الحمد لله خدمات متكاملة ومجانية، وديت مش متوفر في أي حتة، لأن الخدمات الصحية من البند المكلف، فهما الدولة تصرف عليه بدون ما تاخد منك حاجة. فده يعني أشكر كل القائمين على الدولة. أنا ماهي شوقي الورائي من مواليد قطر، عشت هنا مع والدي في شركة المهندسون العرب، هو المؤسس ليها. الشركة تأسست من تقريبا 50 سنة. أنا هنا معاه في المكتب محاسبة، مسؤولة عن كل الإدارة المالية بصفة عامة في المكتب. ويعني والدي من أول المؤسسين في قطر، أسس كل تقريبا مشاريع كتير، حاجات في البنية التحتية للبلد. أهم أهدافنا أن احنا نستمر بنفس الكفاءة ونعمل على تطوير المشاريع داخل دولة قطر برؤية جديدة وتحديث للبناء، ونستمر في انه يكون في تطوير دايما في الرؤية، يعني لاستخراج احسن صورة في عملية البناء والشكل العام للمدينة. وطبعا اكيد بشكر والدي ووالدتي كل الحب والتقدير، هم يعني هم السبب في ان احنا نكون في المكانة اللي احنا وصلنا لها. Okay, my name is Mohammad Nawaz Khan Jadun. My roots is originally from Pakistan, but I born and brought up in Abu Dhabi Cornish Hospital. I spent my whole life here, and this life I spent 20 years in London and US, and then I came back in 2000 and I start my business here. Mm-hmm. And you're back in the UAE about 2000. You are beginning your business to step by step. Tell us about your stories about your business, how you're being in UAE, how you start to stay there 2023 right now. Okay, I done my master in banking and finance, and I was head of trade finance of Standard Chartered Bank. And when I came back to Dubai, that time initially real estate was started in Dubai as a freehold concept only in Dubai. Nakheel was taking the first step. And I start to working with Nakheel. Then I moved to Imar. Then in 2003, I opened my own company as a real estate development company. That is called Gadoon Properties. And I start working with Tamir as a CEO. And that was a boom time. We grow a lot up to 2008. But when crisis came in 2008, the real estate, just a crunch came in the world. Then we become slow. And I start in 2009 another company called GCC Royals Investment Management and Development. That company is a trade finance hub for the trader to import export. Those wholesaler traders, textile, telecommunication, electronics,
who want to import the goods from China, from US, from UK, from Europe. We help them. We given them our facilities to use this and import the goods. And they were benefiting from that. In 2017, I start another company called GCC Royal Capital. GCC Royal Capital is actually a consultant company, but we provide a lending to the developer. We saw a lot of project which was uncompleted from 2008 up to now, and they're stuck because they don't have the money, or they don't get the funding, or they don't get the project funding. We come in between. We have a private funding from different sources from our investor. We make a portfolio of investor, and through those investor we start to complete those project. Our minimum ticket size was $30 million, and we complete 187 project in Dubai. JLT, Marina, JBR, Palm Jumeirah, Business Bay, Downtown, Sports City, JVC, YSS Silicon, International City, like those type of area. We complete uncompleted construction project which was uncompleted from 2008. And still it is continuing. Okay, in 2018 I start another company called Gawa Holding. Gawa Holding is a blockchain company with a new concept. We bring a lot of semi-government companies from US, from UK and Europe, and we commercialize them here. We try to do in a government sector as well as in a local sector to implement the blockchain. And you can see in many government department now, they are on the blockchain and very safe and secure. In 2021, I start with my partner again, a real estate brokerage company called Empire One. And just recently in 2023, we start a real estate development company. We are bringing three projects, one in Ras Al Khaimah in Marjan Island, another project is in JVC, and the third project is coming in a Business Bay. It is all under consultant for approvals and those things. And in my real estate brokerage company, there is more than 165 people working at the moment. And we are doing very well. About 23 years you are working in UAE. What yes. about right now, what is successful story? What about your vision in the future? How is it? In my life, I have been to 64 countries in the world. I remember those days when Sheikh Zayed Road was single, and we will come with our parents from Abu Dhabi to Sharjah. Our relative was living in Sharjah. This road was single, and the road will crossing like this. But they make from sand to heaven for the people, for their own self and for other expect. I never saw any country in my life that what they say, they fulfill their commitment according what they say. In 2006, I was buying one property in Business Bay, Executive Tower. One guy take me there and show me one villa. There is a villa in Executive Tower down. Okay. They were showing me the villa, and he was explaining me that canal is coming, and there was full sand. And he tell me canal is coming like this, like this. I was thinking in my heart that what he is talking. But after a few years, I see the canal is there. Now whenever Dubai say anything, or UAE government, or their leaders, or their kings, or their visionary leaders, whatever they are saying that we will do, I believe 110% that yes, it will happen. And I think this is the most best, safe and secure country in the world. Just before 5 days, one British man, old man, he asked me a question. Give me any reason why buy any property in Dubai. And we were sitting
in a cafe in somewhere outside in a business bay. People was going and coming, and I keep my phone and purse there. I say, I'm going to washroom and come back, and if you want to go, you can also go. He say, okay. I say, come back, then I will tell you why to buy the property. When he come back, I say, show me anywhere in the world where you can keep your phone on the table in the restaurant and your wallet, and you, the table is booked for you, and you can walk and come after half an hour and the table is there, your phone is there, your wallet is there, no one can touch it. Show me any one country in the world. He say, no, it is not possible. I say, you came from London. I was in London for that much year, but I know what is the situation there. I say, which country is the most safe and secure? No any other country than UAE. Mr. Nawaz, what do you have a message thanks for Highness and the Princess in UAE about everything, about their safety and security, and good choosing to growing up, good choosing to make it any work in UAE? What they done, it was impossible, but they make it possible. And the best part, what they put here with the people, their love, their relation, their friendship, their comfortness, what they given to the people, it is amazing. It is very, very appreciated. You can't find this anywhere in the world, not even in a democratic countries or somewhere what they are saying. This is the best country in the world, what they are providing. And especially the leader, the visionary leader, they have the vision for their people. Even we are expats. But what they given to us, to our kids, to our children, to our families, we can't get it this anywhere in the world. Therefore, we are here. And we, I'm here from third generation. And I'm seeing that my after me, the all the generation, they will be also here. This is like country, us, this country for me is like my home country, same as my home country, because the vision, the leadership, the safety, the security, the easiness, the openness, they give you your choice, whatever you want to do. You go to some fun, or you want to go to mosque, or you want to go to wherever. There is nothing. All the religion, everything is same for everyone. There is a different religion, different nationalities. For each one, it is like a global village. Yes, of course. UAE is only the place in the world, I think, 200 nationalities, I think, living here. Sometimes I'm surprised when I'm asking the people, where are you from? And he tell me the name of the country that even I don't know. But they are living like a brothers and sisters and friends. Why? Because the vision, because the leaders, they make the environment like this to provide to everyone that environment. They are the amazing. They are the people. We always appreciate. مشاهدين، اهلا وسهلا بكم بحلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي كفاءات قطريه، وكما عودناكم اعزائي المشاهدين ان نختار لكم قصص نجاح جديده. رحبوا معي لهذا اليوم برجل الاعمال المهندس مصطفى ابراهيم. في البدايه مساء الخير. مساء الخير. في البدايه مهندس مصطفى، احنا بنتشرف فيك تكون معنا في برنامجنا الوطني كفاءات قطريه، وما شاء الله عليك. حابين نبتعد عن الالقاب ونتعرف عليك شخصيا، من هو مصطفى سالم ابراهيم؟ في
في البداية نتشرف بوجودكم معنا اليوم، فجزاكم الله خيرا على الحضور في الموعد، وهذا إن دل على شيء فيدل على قيمة ومكانة هذا البرنامج الطيب المبارك. بالنسبة لي أنا المهندس مصطفى سالم محمد إبراهيم، خريج بكالوريوس الزراعة من جمهورية مصر العربية. بعد ما تخرجت مباشرة انتقلت إلى الأردن، عملت فيها 12 سنة في أحد مزارع الفاكهة لأحد رجال الأعمال في الأردن الشقيق، وثم انتقلت بعد ذلك إلى قطر، وأنا موجود حاليا في قطر منذ 20 عاما. البداية كانت في دولة قطر العزيزة، وهي فعلا عزيزة على قلوبنا جميعا. بدأت أنا كمهندس في أحد الشركات، عندما جئت إلى قطر في 2003 استمرت هذه المسيرة حوالي 3 سنوات، ثم بعد ذلك انتقلت وعملنا بيزنس داخل دولة قطر مع أحد الأصدقاء برضو بإنشاء شركة زراعية. ثم استمرت هذه الفترة حوالي برضو 4 سنوات تقريبا، ثم بعد ذلك انتقلت إلى شركة عالم الحدائق، عملت فيها مديرا للمشروعات لمدة 9 سنوات. وبعد 9 سنوات يعني صار صاحب الشركة، وهو أخ قطري عزيز وطيب وذو أخلاق عالية، عرضها للبيع، وتم دخولي كشريك أنني أشتري هذه الشركة، وفعلا فضلني على آخرين كثيرا نظرا للعلاقة الطيبة التي كانت تجمعنا خلال هذه الفترة 9 سنوات التي عملت بها كمدير للمشروعات. الخدمات التي تقوم بها شركة عالم الحدائق هي العمل في مشاريع الدولة. بدأت الشركة في البداية بمشاريع صغيرة، ولكن بفضل الله عز وجل وبفضل مجهود التيم الذي يعمل معنا في هذه الشركة، انتقلنا من أن الشركة كانت غير مصنفة، ثم انتقلنا وعملنا تصنيف أخذت جريد 3، ثم بفضل الله عز وجل بعد 2 سنوات انتقلنا إلى مرحلة أعلى وصرنا جريد 2، وبدأنا أخذ مشاريع كبيرة على مستوى الدولة، سواء كانت هذه المشاريع إنشائية أو مشاريع عقود صيانة. وبفضل الله عز وجل احنا معنا مشاريع صيانة في بلدية الريان حوالي 3 عقود من صيانة ورعاية المزروعات وشبكات الري، مشاريع كبيرة على مستوى الدولة. وأيضا في بلدية المصلال لنا عقود فيها، والحمد لله رب العالمين. بالسؤال علينا وعلى شركتنا تجد أننا متقنين العمل، سريعين الإنجاز بفضل الله عز وجل.